أهلين أهلين وسهلين ومرحبتين بكم مشاهدينا الكرام، يومكم طيب مبارك إن شاء الله تعالى. من خلال برنامجكم برنامج جاتك بهدية من خلال شاشتنا شاشة ليبيا الأحرار، واليوم تحديدا من المدينة القديمة نادي ببحر. ويا سلام الأجواء جميلة جدا، دوري السلام في نسخته الرابعة. ما بعد نمشوا ملاعبية ونشوف الأجواء اللي هي حتكون مش عادية مع جاتك بهدية. يلا 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 يلا، شوفوا الشباب هنا، نختاروا مع أحد من الشباب يخش معنا في مسابقة سريعة جدا. يلا نختاروا واحد من الشباب، من بيخش معنا مسابقة؟ يلا هاي أول حاجة، خلينا نتعرفوا عليهم الفريق هذا، نتعرفوا عليه. مساء الخير مساء الخير مساء الخير، ها تعرفوا عليك أستاذي عبد المجيد محمد. شو مبارك كمان فريق؟ فريق الغرارات الفتح إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم، ربحتوا الشوط الأول وما زال؟ لا الشوط الأول ما فيش ناس خاسرين فيه، خاسرين فيه شيء. أوه الثاني إن شاء الله. طيب يلا جيب لنا كورة، خلينا نبدأ معك ندير معك مسابقة. طبعا حيوا الفريق بالكامل، منورين، يومكم طيب إن شاء الله، الله يبارك لكم إن شاء الله، منورين هلبة. يلا لا بنختار واحد تو احنا وبعدين يسهل الله. هاي أعطينا الكورة، أعطينا الكورة، هاي يلا أعطينا الكورة هنا، أعطينا الكورة. باه تعال هنا، تعال لي تعال لي، اي تعال 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 يا كابتن، اي تعال يا كابتن تعال يا كابتن تعال، نبيك تضرب لي الكره هذه، تضرب في الكره الثانيه تمام. كان ضربت عندك معي سؤال، هاي يلا هاي هاي. اوه صفيقه حاره يا اولاد، صفيقه وين وين وين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا يلا يلا، سؤالي ليك، سؤالي ليك يقول حاجه ملكك والكل يستعملها دون إذنك. اسمك. يا سلام عليك يا سلام عليك، إجابة صحيحة إجابة صحيحة. عندك نبي منك تأخذ الكرة توا إن شاء الله تمامه، وتكتك لي 10 تكتيكات. يلا هاي إن شاء الله، يلا هاي أعطيني الكرة، هاي أعطيني الكرة، هاي مشيت بالله معاه، بالله يا شباب معاه، نبوا منه 10 تكتيكات، هاي عدوا معاه، هاي هاي بصوت، 2 3 4 5 6 7 8 9. ما شاء الله ما شاء الله، تصفيقة حرة لي وربحت معنا جائزة تصفيقة. أعطينا يا محمد، وين الجائزة؟ محمد يلا ربحت معنا 100 دينار كاش منور وكليمة طيبة لأخوتك ليبيين. بارك الله فيكم، إن شاء الله كل عام أنتم بخير، كل سنة طيبين بصحة وسلامة إن شاء الله. ان شاء الله ربي يعود علينا بالامن والامان ان شاء الله يا رب العالمين. مبارك عليك، بارك الله فيك، دور الله يبارك فيك، الله يسعدك. يلا ما زال مستمرين مشاهدينا الكرام في جيتك بهديه، وبنختاره مين بنختاره؟ اعطينا حد نختاره. يلا هاي شباب تعال، هاي تعال هاي تعال، واحد منكم واحد تعال تعال، هاي هاي نتعرفوا عليك تعال. شو اسمك انت؟ عمر سالم تروني. اها سكان المدينه القديمه. ايه كويس، تلعب كرة و... ايه تعرف تكتك و... ايه تعال جيب لنا الكرة تكتك، هاي اعطيني اعطيني الكرة اخي تكتك، هاي هاي يلا يلا تكتك وين ما تبي، هاي اعطيني هاي. وين هاي؟ معاه معاه معاه، زيد زيد، لا زيد زيد زيد، يلا عدوا معاه عدوا معاه عدوا معاه يا زيد، هاي 10 اعطيني، يلا 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 حم يلا، هيا هاي صفقونا صفقونا يا اولاد صفقونا صفقونا، هاي تعال هاي تعال تعال لي، هاي تعال تعال. يلا نسلك سؤال، يلا سؤال يقول شنو هو الشيء اللي يكتب وما يقراش؟ يلا هاي شنو هو الشيء اللي يكتب وما يقراش؟ قلم. يا سلام عليك، إجابة صحيحة، وربحت معانا جوائز جنينة كماليات الهاتف ومنظفات وكلمة للصغار اللي زيك واللي يحبوا الكورة واللي يشجع في الكورة. شو أنت بتقول لهم؟ بالتوفيق بس. هي. هذا هو باه. يلا بالتوفيق لكل صغارنا وشبابنا وبراعمنا و كل شبابنا، وشكرا لكم مبارك عليك، صفقوا لك كلكم مشاهدينا الكرام صفقوا لها. يلا 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 شوفوا مني، نختاروا من الشباب اللي موجودين نختاروا، ها نبوا 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 سباق بيناتكم. اول حاجه نتعرفوا عليك. انا محمد. اهلا بيك تمام.
علاء محمد. علاء. علاء. ها؟ عبد الرحمن الدوس. استاذ. مجدي الرابطي. طيب. مجدي. تعال لي يا مجدي. تعال لي يا مجدي. يلا نختاروا مجدي. مجدي نبوا منك أول حاجة نتعرفوا عليك. مجدي مسعود الرابطي. مدينة قديمة. مدينة قديمة. لاعبوا. إيه رياضي سابق كرة سلة. ما شاء الله تبارك الرحمن. الكورة عندك فيها؟ ايش نلعبوا شوي؟ تلعبوا؟ نبلجوا. عندك في التكتيك؟ ان شاء الله. اعطينا شوي هاي ورينا. ايوه ورينا هاي. الكورة وين الكورة؟ اعطينا الكورة هاي. وين الكورة؟ اعطينا الكورة هاي. هاي يا باشا اعطيني هي زود كورة شوية. هاي هاي قداش قداش بتعطيني معلش نبي قداش بتعطيني؟ انا نبي قداش بتعطيني 50؟ لا هلبة 50. قداش تعطيني؟ انت قداش تسب يقول؟ اعطيني 20 يا سيدي. هاي هاي معاه بالله يا اولاد. هاي 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 زيد برا برا زيد برا كمل واحد يلا ايه زيد مشي امورك مشي ما شاء الله تبارك الرحمن ايه برا زيد ما وين تصفيقة يا اولاد وين وين تصفيقة ما شاء الله يلا سؤال ليك وإن شاء الله تربح معنا بإذن الله في برنامج جاتك بهدية يقول الفار الزرباز من سعد ما تسمولاش يا جماعة ايه الفار الفار الزرباز من سعد القطوس يا سلام عليك إجابة صحيحة من سعد القطوس واعطيني الهدية القطة اعطيني هدية أكيد مبارك عليك ميكروويف وشواية وشنو تشويلنا فيها اول حاجه حوت اكيد احنا هاد باب حر حوت رايس ونحيي كل شبابنا وشباب منطقه المدينه القديمه نوار والف مبروك عليكم رساله تقولها لكل خوت اللي بين والله ان شاء الله ربي يفتح علينا ويلم شملنا ويجمعنا على كل خير يا رب يا رب العالمين نور هلبة شكرا لك وخليكم متابعين مشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج جيتك بهديه يلا مشاهدينا الكرام من نادي ببحر الى غوس ماركوس وفي جيتك بهديه يلا مع بعضنا نديروا جولتنا مع ناسنا اللي قاعدين يستمتعوا بالاجواء الاثريه الجميله مع غوس ماركوس بوروليوس يلا على طول شباب السلام عليكم اوه الشحتاني الفنان الشحتاني نصيبنا شن حالك شن حال صحتك طيب السلام عليكم اهلا وسهلا شن اخباركم شنو امورك اهلا وسهلا شنو امورك الحمد لله شنو امورك استاذي بارك الله فيك اهلا وسهلا بك سيد منير باعور اهلا وسهلا بك سيد منير طبعا سيد ايمن الشحتاني غني على التعريف كل سنه طيب يا سيدي طيب شنو الجو باهي شارك معنا مسابقه والله برا ها ماشي يلا يلا معنا ايمن الشحتاني وبنحط لكم امتحان كبير وربي يستر هاي يستر الله ان شاء الله تمام يلا سؤالي ليك ايمن سؤالي ليك يقول قال لك من قام او من قام صغيرك وباسه زي من حطك فوق راسه يا سلام عليك اجابه صحيحه ايمن ومنور وربي يحفظك تمام تبيع الهديه وما تبيعهاش قلت لي اعطوها الشباب الصغيرون تعال استلم هديه هاي تعال يا محمد تعال هاي تعال نتعرف عليك تعال هاي شو اسمك انت مالك تعال يا مالك هيك تعال يا مالك هاي جيبوا له هديه يا محمد هاي هاي سيد دائما تبرح اعطاها للاولاد الصغيرون مبارك عليك الهديه من الفنان ايمن هاي كلمه طيبه يا فنان يا سيدي كل سنه طيبين منورين ان شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام تحيين بخير وبارك الله فيكم ثانك يو يلا شكرا لكم مشاهدينا الكرام متابعتكم خليكم متابعين في برنامجكم برنامج جيتك بهديه أنا متسابق مساء الخير أستاذي الفاضل يومك طيب مبارك إن شاء الله سامحنا يا طيب لا تفضلوا أهلا وسهلا يومك مبارك كل عام أنتم بخير إن شاء الله كل سنة أنتم طيبين تعرفوا عليك أنا عبد الباسط لسطاء أحسن بيك ولد باب حر ولد مدينة قديمة يا سلام عليك ونصيبنا تلاقوا بيك في الأجواء الجميلة هدية والهدوء نازل لك بروحك
والله جو رمضانية، وطبعا احنا من اولاد مدينة قديمة يعني صلتنا مقطعة باب حر هنايا، فلازم حتى لو حولنا مدينة قديمة لازم نجو هنايا نعشوا بها الجو الحلو هذا، ترد الروح يعني. يا سلام عليك. الله يسلمك يبارك فيك يحفظك. سلمك كابتن الله يبارك فيك. طبعا برنامجنا جاتك بهدية، اليوم استانسنا بكم صراحة في المدينة القديمة بالأجواء الجديدة والرائعة وبحلتها الجميلة. هذه روح البلاد مدينة طرابلس يعني، مدينة قديمة هدية طلعت أجيال طلعت ناس ما شاء الله، وفيها الخير والبركة يعني، وبدأت الجو رمضانية هدية، بدأت في شهر رمضان المبارك هدية لها نكهة خاصة يعني. فإن شاء الله احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ربي يوفقنا وربي يهنينا وربي يلم علينا الخير يعني. آمين يا رب العالمين. يلا مستعد إن شاء الله. إن شاء الله على الخير يا رب بإذن الله. يلا سؤالي ليك يقول إن شاء الله، يقول هنا من هو النبي الذي انشق له البحر؟ النبي اللي انشق له البحر اللي هو موسى، سيدنا موسى عليه السلام. عليه الصلاة. يا سلام عليك، إجابة صحيحة ومنور هلبة وربحت معانا. هي طبعا شفتك هدية صراحة، نصيب نصيب نصيبنا شفتك هدية بهالجو الرومانسي الجميل هذا، ربحت معنا فن كهربائي. مبارك عليك يا طيب، تبيد بالهنا كلمة طيبة لكل خوتنا الليبيين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وكلمة طيبة توصل لكل قلب ليبي وليبية اللي تو بيترجوا علينا ان شاء الله. احنا والله شنو نتمنى، وان شاء الله يا ربي يلم الشمل نتاعنا ويلم الخير ويهدي البلاد والعباد، وبلادنا حلوه، بلادنا جميله، بلادنا بناسها بتريسها. احنا ديما نقولوا البلاد بلاد جنينه وحلوه، لكن تبي ولد بلاد وتبي من اللي قلب عليها، والحمد لله فيها ولاد بلاد وفيها يعني فيها رجال بعون الله تعالى. وان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين وكل ذا طيب حياكم استاذ، منورين ربي يحفظكم ان شاء الله. عليك شكرا شكرا. سلمك استاذ. يلا يلا مشاهدينا الكرام، مازال موجودين وقاعدين خلال برنامجكم جيتك بهدية، طبعا من نادي باب حر قشينا لجوس ماركوس. ولما جي لجوس ماركوس ضروري ما تختم على قهوة خونا وحبيبنا عادل الطبجي اللي قهوته تأسست سنة 1984. نصيبنا ما لحقناش على الكبدة لأن عادل الطبجي داير صيانة وتنظيفات وأجواء مش عادية، ربي يبارك له، ولازم تجو وديروا له زيارة وتاخذوا أحلى كبدة. عم عادل يومك مبارك طيب ان شاء الله، شن حال صحتك؟ الله يبارك فيك. شن امورك؟ كل سنه وانت طيب الحمد لله. كل عام وانت بخير. عام وانت طيب ان شاء الله. حياك وابقى بالصحه. الله يبارك فيك الحمد لله. الصيانه قديش لي؟ والله تو ثلاث ايام صيانه خفيفه هيك درناها، لكن ما شاء الله مزوق الدنيا والكاتروات في امكاناتهم الله يبارك لك ان شاء الله. لله الله يبارك فيك انت وكل جماعه ان شاء الله. شو اموركم انتم طيب؟ بديت راهو شخصيه عامه ومعروف وربي يهنيك، وانت نموذج يحتذى به، رجل مكافح وربي يهنيك ان شاء الله. بارك الله فيك. اليوم بدنا لك زياره صراحه مخصوص لبرنامج جيتك بهديه، نسالك سؤال وتجاوبنا عليه وتاخذ معنا هديه ان شاء الله. تمام مستعد بح. يلا يلا نخش مع بعضنا الداخل. اعطيني شوي هيك يلا، بحيث ان يا سلام. سؤالي ليك عمي عادل يقول ما هو اسم والدة نبي الله عيسى عليه السلام؟ سيدة مريم. يا سلام عليك، وإجابة صحيحة وتصفيقة حارة ليلي ومشاهدينا الكرام يصفقوا له. يا سلام عليك ربحت معانا ترى. أعطيني الكوشة. يا سلام كوشة كهربائية مباركة عليك، تبيدها بالهنا ان شاء الله أخوي. بارك الله فيك، وكلمة طيبة لاخوتك الليبيين وجيرانك في المدينة القديمة. ربي يحفظ المدينة القديمة واخوتي الليبيين كلهم يا رب. ان شاء الله وربي يهني البلاد يا رب. ان شاء الله. اللهم امين البلاد يا رب العالمين. يا رب ان شاء الله. نور هلبة. ربي يحفظك. شكرا لك ورب يعطيك صحتك. ونختم حلقتنا مشاهدينا الكرام اليوم من مع طبعا عمي عادل المكافح، عمي عادل الطبجي، ربي يحفظه ويحفظنا الليبيين كلهم شرقا وغربا وجنوبا. ان شاء الله يلم شملنا ويحفظ بلادنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. وان شاء الله يا رب العالمين نتهنوا باذن الله. ان شاء الله نتهنوا باذن الله تعالى. وخليكم ديما متابعينا من خلال شاشتنا، شاشه ليبيا الاحرار، من خلال برنامجكم برنامج جيتك بهديه.